هل المواطن المصري أصلاً، هل المواطن العربي من المفترض أنه هيقبل المقترح الأمريكي المتعلق بالاشتراك في إدارة القطاع؟ إزاي يعني؟ مصر تحديداً شعب، دولة، مؤسسات، رفض قاطع. طيب هل هذا الخطاب أو هذه الدعوة أو هذه الأفكار أو هذا المقترح الأمريكي إذا كان بس مش بيلقى قبول لدى مصر، وبطبيعة الحال أكيد مش هيلقى قبول لدى الكتلة أو المجموعة العربية، طيب تأثير ده على الانتخابات الأمريكية؟ احنا بنتكلم على أنه جو بايدن فاضل له سنة. معانا على التليفون الكاتبة الصحفية هند الضاوي الباحثة في الشؤون الدولية. أهلا بيك يا أستاذ هند. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف وأهلا بالمشاهدين. أستاذة هند، هذا الحديث ما بين طائفية في الحديث وطائفية في الخطاب قالها بلينكن زي ما كنا لسه حالا بنتكلم مع دكتور منذر، وما بين مقترح أمريكي، يعني أنا بستغرب طبعا فكرة أن أنا أطيف أو أمذهب أزمة سياسية، لكن كمان ألاقي أنه الأمريكان بيطرحوا طروحات غريبة جدا. طيب يا جماعة، ما احنا نعمل إدارة دولية ومصر تخش فيها وتديروا أنتوا القطاع، هم عايزين ايه؟ هو عايز اكتر من حاجة. اولا الحرب امريكية بامتياز، اسرائيل مجرد اداة من ادوات الانجلو ساكسون اللي هو البريطاني الامريكي. امريكا بتدار وكذلك اسرائيل من الاجندة البريطانية القديمة. حضرتك اشرت الى بعض الفلاسفة اللي وضعوا الاستراتيجية البديلة عن الاستعمار للاستمرار في تحكم دول العالم الثالث وعلى رأسها دول الشرق الأوسط لما تتمتع به من ثروات نفطية، وطبعا موقعها الجغرافي بأن هي تربط حركة التجارة على مستوى العالم. بلينكن حينما قال أنه يخاطب إسرائيل من كونه يهودي أو جده يهودي، هذا الأمر له علاقة طبعا بالاستراتيجية الحاكمة أو الأجندة الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو تحالف قائم ما بين اليهودية التي تعتمد على التلمود في سياستها وفكرة بناء إسرائيل الكبرى في منطقة الشرق الأوسط على أنقاض ما يروه أو يعتقدوه رغم أن التاريخ لا يذكر ذلك وعلماء الآثار لم يتوصلوا إلى ذلك، إلى مملكة شاؤول اللي هي في منطقة الشرق الأوسط، ليست فقط في فلسطين ولكن تضم جزء من سوريا حتى الفرات وجزء من الأردن وجزء من الأراضي المصرية. أمريكا المسيحية الصهيونية التي تحكم أمريكا بالمناسبة هي ليس لها علاقة بمسيحي الشرق حتى نوضح هذا الأمر، أجندتهم أنهم يقيموا هذه المملكة ومنها يحكموا العالم، وبالتالي حين يتحدث بلينكن بأنه يهودي هو يعني هذا الأمر، وهو أول إعلان بالمناسبة رسمي على الملأ بأن الحرب حرب عقيدة في منطقة الشرق الأوسط. النقطة الثانية أن يعني في فترة طويلة جدا أمريكا حكمت العالم من أجندة برنارد لويس البريطاني اليهودي، الآن بلينكن وفيكتوريا نولند وكمالا هاريس وحتى أوباما وغيرهم هم يصدقون أجندة شتراوس، هو يعني ألماني يهودي حاصل على الجنسية الأمريكية، هو عالم توفى يعني من سنين طويلة، ولكن أجندته حاليا هي المطروحة في البيت الأبيض ومعها بريطانيا ومعها إسرائيل. يريدون ماذا؟ استفزاز مشاعر الوطن العربي والدول الإسلامية لإخراج فوضى جديدة، كل من نفذ من فوضى عام 2011 لن ينجو من هذه الكارثة حتى يستطيعوا تنفيذ ما يروه في هذه المنطقة. فكرة الطرح بقى ان احنا نعمل ادارة دولية لقطاع غزة، فكرة ان مصر تاخد سكان قطاع غزة في مقابل يعني مبلغ مالي، كل هذه الامور هم يعلمون ان الادارة المصرية لن تقبلها، ان الشعوب العربية لن تقبلها، ان الشعب المصري لن يقبله، ولكن يلعبون على التشكيك ما بين الشعوب وما بين قادتها لاحداث فوضى، وبالتالي هنا يسهل سيطرتهم على منطقة الشرق الأوسط، خاصة أنك تعلم أن الجانب الآخر من الأراضي المحتلة لبنان وسوريا لم يعد الوضع فيها كما كان، ويسهل تغيير الوضع بسهولة كأي اشتباك عسكري، ولكن تبقى يعني للأسف بالنسبة لهم مصر هي التي ما زالت عائق في مشروعهم.
يعني هؤلاء هم يرون ذلك. فهو الهدف الأساسي ليس فقط، هم يعلمون أنك لن تقبل بإدارة مشتركة، أنك لن تقبل بوطن بديل في سيناء، لن تتنازل عن سيناء، وربما تقام حرب بسبب هذا الأمر، ولكن في النهاية هم يستفزون الشارع بهذه المذابح والإبادة الجماعية في قطاع غزة، بهذه الأطروحات التي يعطي دائما بلينكين إشارات وكأنها مقبولة من بعض الدول العربية. وهذا واضح، حتى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المحللين السياسيين الإسرائيليين الذين يظهروا معنا في عدد من القنوات يؤكدون أن الدول العربية قبلت ذلك. أنا أعلم أن هذا الأمر كذب، ولكن هم يلعبون على نشر فصل جديد من الفوضى في منطقة الشرق الأوسط بجانب حرب الإبادة في قطاع غزة. وبالتالي المخطط كبير جدا لهذه المنطقة، الحرب أمريكية، إسرائيل مجرد أجندة من أو صفحة في أجندة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، والوضع يبدو أنه لن يستقر بسهولة، وبالتالي علينا أن نحافظ ونوضح ونشرح أهداف أمريكا في منطقة الشرق الأوسط وأهداف بريطانيا وهي الأكثر خطورة، وأن إسرائيل لن تتوقف بسهولة إلا إذا كان هناك توحد عربي إسلامي يعلن تعليق مصالح أمريكا في منطقة الشرق الأوسط حتى وقف إطلاق النار. غير ذلك أنا لا أعتقد أننا سنؤتي بنتيجة. مصر تحاول كثيرا وتتصدى كثيرا، ولكن أين باقي الدول؟ أين العالم الإسلامي والعالم العربي من هذا المخطط؟ وهناك تصريحات يعني أقل من سلبية، يعني هناك حالة جمود لا أتفهمها ولا أفهمها. مصر هي من تتحدث، حتى محور إيران تحدث وطلب مصر بالتحرك. أين أنتم؟ أين كل هؤلاء؟ الآن أصبحت مصر هي المطالبة بحل المشاكل الداخلية في يعني فلسطين ما بين السلطة وما بين حماس، حل مشاكل محور المقاومة مع أمريكا، حل الأزمة الخليجية مع محور المقاومة. الأمور معقدة بشكل كبير، والآن الكل رفع راية مصر. مصر عليها أن تتحرك، تتحرك إذا كان هناك دعم دولي. مصر بالفعل تتحرك، مصر بالفعل هي المسؤولة عن حفاظ أمن منطقة الشرق الأوسط، ولكن لا تستطيع أن تفعلها وحدها طالما هناك من تتماهى أجندته مع أجندة الأنجلوساكسون وأجندة إسرائيل. طيب إذا كان الكل يريد لمصر أن تتحرك وأنه هي اللي تحل هذه الأزمة الراهنة أو أزمات قد تكون مستقبلية، هل هؤلاء الكل مستعدين أن هم يمشوا في المسار المصري؟ أو ولا لا؟ الفكرة أن هؤلاء يعتقدون أن الحرب ستتوقف في غزة أو ستتوقف في سيناء. هم لا يعرفون ولا يعقلون ما الذي ينتظرهم في الأجندة الأمريكية، وهذه نقطة مهمة. هم الآن يتوهمون بأن مصر ستدفع الفاتورة وتتحمل فاتورة هذه الحرب وهذه الأجندات وتقاطعاتها في منطقة الشرق الأوسط. لن تتوقف المخططات الإسرائيلية الأمريكية البريطانية في غزة ولا في مصر. هناك خريطة كبيرة لهذه المنطقة، هناك محاولات لإعادة الاستعمار في شكله التقليدي، وهذا يعني ذكرها كاسينجر في 2011 وقت ما سموه الربيع العبري. قالها أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع الحفاظ على مقعدها في إدارة العالم إلا بإعادة احتلال مناطق النفط ودول النفط. وبالتالي لابد أن يعلم الجميع أن الأزمة ليست في غزة، الأزمة ليست في حماس، الأزمة ليست القضية الفلسطينية، ولكن المخطط كبير. وربما ما يحدث في غزة الآن أقل بكثير مما ينتظر هذه الدول العربية التي التزمت الصمت في هذه الأزمة الكبيرة وهذا المخطط الكبير، وقالت أن مصر عليها أن تتحرك. أين أنتم من تتحرك مصر؟ لن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية إلا بتعليق مصالحها. المصالح الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية ليست في مصر، باقي الدول، فعليها أن تتحرك. طيب لو احنا حبينا ان احنا نقطع الطريق امام بعض الافكار، يعني على سبيل المثال لما يجي ناس تقول طب وفيها ايه اذا كنا عاوزين نحل الازمه بتاعه قطاع غزه وفي نفس الوقت احنا رافضين مساله التهجير وتصفيه القضيه، لماذا ترفض مصر انها تشترك في اداره دوليه للقطاع؟ ايه خطوره اشتراك مصر في اداره دوليه للقطاع؟ عشان بس الناس تبقى فاهمه ان هذا يشكل خطر دائم. يعني أي دولة تطرح هذا التساؤل على مصر هي لا دولة لا تعلم شيء عن السياسة ولا تعلم شيء عن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية يعني تحديدا. هل تتوقع، هل إذا تمكنت إسرائيل الآن من القضاء على حماس، هنفترض افتراض لم يتحقق ولكن هنفترضه، أن إسرائيل حاليا في العملية العسكرية البرية استطاعت القضاء على حماس، هل تتخيل أو تتوهم أن المخطط وقف عند هذا الحد؟ سيقف عند هذا الحد؟ أبدا، استحال. لديهم خطة كبيرة، وبالتالي الفكرة الأزمة ليست في حماس. علينا أن نطرح يعني حل آخر،
لماذا لا تلتزم إسرائيل حاليا في الوقت الراهن بوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية كما نصت كل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. فهذه الحالة يمكن أن نقنع حماس بالتنازل عن السلاح لأنها حصلت على الأرض. ألم يطالب القانون الدولي بذلك؟ ألم يكن هناك يعني قرار أكثر من 50 قرار دولي؟ لماذا لا ينفذه بلينكن الآن؟ لماذا علينا أن نتحمل؟ بكل وقاحة يتحدث بلينكن بأنه لا يمكن أن تتوقف إسرائيل الآن لأن ذلك يمكن أن يكرر حادث 7 أكتوبر. وهل إذا استمرت العملية الحربية أو العملية البرية لإسرائيل في قطاع غزة ضمنت بذلك أنه لا يكون هناك أحداث على يعني غرار ما حدث في 7 أكتوبر؟ هل تتوقع أن الحرب لن تتوسع؟ يعني هو يعني يعتمد اعتمادات وأوهام خاطئة. هو الآن ربما هناك يعني البعض هو لعب على بعض الأوتار التي ترفض فكرة حماس كونها جزء من الإخوان المسلمين. نعلم ذلك ونعلم أن لحماس كان مساوئ كثيرة ولكن الهدف ليس حماس. هل كان الهدف في العراق يعني السلاح الكيماوي؟ هل الهدف في ليبيا كان أن القذافي يقتل يعني الشعب بتاعه؟ هل كان الهدف في سوريا محاربة بشار الأسد وإزالته من الحكم؟ يعني لابد أن نتفكر أو نتدبر مما تقول الولايات المتحدة. لا، الهدف الوحيد دايما هو الاستيلاء على المنطقة بالكامل ومقدراتها الاقتصادية وتحييدها سياسيا وعسكريا عن بقية العالم. أنا بشكرك جدا الكتابة الصحفية هند الضاوي الباحثة في الشؤون الدولية.